الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى لبيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادة الكرام، تحية طيبة عطرة زكية لكم أينما كنتم وكيفما حللتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم قبول الأعمال إن شاء الله تبارك وتعالى. سادة الكرام، ضمن هذا البرنامج الذي يأتيكم من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التي هي مرآة العقيدة وراية الأحرار، وهذا البرنامج هو بعنوان مناسك الحج، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لحج بيته الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. سادة الكرام، نتقدم لكم في هذا البرنامج الفقهي الخاص بمناسك الحج، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى أن نقدم لكم جوهرا من المعلومات والمنفعة والفائدة في هذا البرنامج على قدر ما يمكننا الله سبحانه وتعالى فيه. سادة الكرام، قبل أن نشرع في هذا البرنامج، دعوني في بادئ هذا الأمر أن أرحب بضيفي الكريم والدائم في هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى، وسماحة السيد محمد الموسوي الأستاذ في الحوزة العلمية. لك التحية وسماحة السيد، أهلا ومرحبا بك. شكرا لكم، شكرا للأخوة الأعزاء على هذه الالتفاتة، وحقيقة البرنامج إن شاء الله يكون موفق ببركة وجودكم الطيب. جزاك الله خير. أسأل الله أن يجعل هذا المنبر شمعة مضيئة وصدقة جارية، أسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، ويجعله وصلة لمرضاته محمد وآله الطاهرين. أكرر شكري واعتزازي واحترامي لجميع الكادر الموقر، أسأل الله أن يجعلهم في عين الله ورعايته ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله خير. سماحة السيد، مستويات الفقه أو أبواب الفقه هي عوالم كثيرة، وكل باب من هذه الأبواب لو وقف المكلف على مداركه لتاه، لولا أن يوجد هناك من يرشده ويدلي له بدول المنفعة والجواب الصحيح. ومن هذا يأتي المنطلق الحقيقي وهو التقليد، إذ من خلاله يرشد المكلف إلى الصواب في أموره العبادية. اليوم نقف عند أبرز وأعمق محطات الفقه، وهو بحر من بحور الفقه، وهو الحج، والذي نقف عند مناسك الحج والتفاصيل الكثيرة. ولكن قبل أن نشرع في التفاصيل، نريد أن نبدأ من نقطة الصفر حتى يكون للسيد المشاهد الواضح والوضوح في هذه التفاصيل. قرأت في بادئ الحلقة نصا قرآنيا من سورة آل عمران عن الحج، فما المعنى المراد من الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحج كما تعلمون هو واحد من العبادات الإلهية التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأراد بها القربة إليه والزلفى إليه سبحانه وتعالى. نعم. وكما تعلمون هذه المفردة تارة ننظر إليها نظرة لغوية، وتارة ننظر إليها نظرة اصطلاحية كما يعبرون. جيد. فلو نظرنا إلى هذه المفردة نظرة لغوية، فتعني مطلق القصد، هكذا كان يطلق، حججت إلى بيت فلان بمعنى قصدت إليه. ولكن إذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي، فهي كما يعبر العلماء بأنها لفظة منقولة من معنى إلى معنى آخر، قد نقلت هذه المفردة من اللفظ الذي كانت تطلق عليه إلى شنو؟ إلى مجموعة الأعمال العبادية المخصوصة من إحرام وطواف ونية وركوع، وهي اللي هي الطواف والسعي وغيرها. فإذا هذه المفردة بالمعنى اللغوي تختلف عن المعنى الاصطلاحي، وإن كان هنالك وجه اشتراك بمعنى مطلق القصد
مطلق القصد في الأساس في الأصل. بل مطلق القصد. فحقيقة هذه المفردة أطلقت الآن وصارت مخصوصة بالعبادة المخصوصة المتعارفة اللي هي الذهاب إلى بيت الله الحرام، حينما يقول سبحانه وتعالى لله على الناس حج البيت، يعني بمعنى اذهبوا إلى ذلك المكان. بلي تمام. طيب هل ورد شيء عن الحج وفضل الحج في رواية أهل البيت عليهم السلام؟ طبعا الروايات لا تحصى، وحقيقة قد كتبت هنالك مجلدات كثيرة، يعني يعني صاحب العروة تقريبا له فد بحث عظيم وكبير جدا في فقط ثواب الحج. وهنالك تعليق لسماحة السيد على العروة، سماحة السيد الخوي طبعا على العروة، هنالك تقريبا 3 مجلدات قد كتبت فقط في ثواب الحج. فالموضوع في غاية الأهمية، وإذا أردنا أن نذكر الأحاديث يعني لابد لنا أن نفتح هذه الكتب، وراح نخرج عن عنوان الحلقة، ولكن أكتفي بذكر حديث واحد من باب ما لا يدرك كله لا يترك. هو أن الناس حينما يصدروا من بيت الله الحرام، في الرواية الشريفة ورد أنهم على 3 أصناف. صنف يكتب له براءة من النار، يصدر يعني يرجع. الناس حينما يرجعوا من بيت الله الحرام هم على 3 أصناف. صنف قد كتب له براءة من النار، وصنف يقال له استأنف العمل، وصنف يحفظ في نفسه وأهله وماله. يعني هنالك الحجاج على 3 مراتب، لابد أن يبتغي أحدنا المرتبة العليا في ذهابه إلى بيت الله الحرام، بمعنى أن يطلب البراءة من النار. طبعا هذا يرتبط بأمور أخرى لابد متعلقات مع الآخرين، مع الناس، مع دينه. فحتى يحصل الحاج على أعلى مرتبة بالحاج، لابد أن يكون نظره إلى المرتبة العليا، ألا وهي الأتق من النار، بمعنى أنه يصبح الحاج في قلبه ملكة، يستطيع من خلال تلك الملكة أن يقضي بقية أيام حياته وهو يتمتع بالحج، وقد أصبح الحج نورا على جبينه يحجزه عن ارتكاب المعاصي. هاي فد مرتبة عالية حقيقة يحتاجها أحدنا حينما يذهب إلى بيت الله الحرام، تنعكس جميع أفعال الحج على قلبه، بحيث يستحي من الذنب ويصبح كأنه ملكا مصغرا، ويحافظ على ذلك بعد رجوع. كلش مهمة هاي النقطة حقيقة. فلذلك تفاوت الناس في حجهم من هذه اللحاظ، بهذا اللحاظ تفاوت الناس في حجهم. ونحن حينما نتكلم ونفعل هذه الحقيقة البرامج المباركة، نحاول أن نوصل معلومة أن الحج هو ضيافة ورحلة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نحصل على أرقى مستوى كتبه الله سبحانه وتعالى للحجاج، ألا وهو البراءة من النار، وليس فقط يحفظ في نفسه وأهله وماله. هذا فشي بسيط. هذا نهينا عن مدارك المحافظة على مناسك الحج بشرطها وشروطها، ولذلك ورد سماحة السيد ما أكثر الحجيج، ما أكثر الضجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، قلة الحجيج. أذكر السادة الكرام بأن الأرقام التي تكون ظاهرة في أسفل الشاشة هي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلون من خلالها معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بعد القسم الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكر كذلك أن عنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله هي الواجبات قبل الذهاب إلى الحج. سماحة السيد، أنطلق معك من نقطة مهمة، وهي هل تشترط نية القربة في هذا العمل العبادي أم لا تشترط؟ طبعا كما تفضلت أنه عمل عبادي، وكل عمل عبادي لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يكن مشتملا على نية القربة، فحاله حال بقية العبادات كالصلاة والصيام وغيرها، كذلك الخمس والزكاة، وكل عبادة لا يمكن التقرب بها ما لم تكن مشتملة على ماذا؟ مشتملة على قصد القربة. ولا بد أن يكون إضافة إلى ذلك قصد القربة، إضافة إلى ذلك أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. قد يصدر بنية القربة ولكن يشوبه أمور أخرى دنيوية قد تمنع من الحصول على تمام الثواب المبتغى من وراء ذلك. فنريد إضافة إلى نية القرب لله سبحانه وتعالى، كما يقول سبحانه
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالوصول إلى مرتبة الإخلاص بمعنى أن لا يكون هنالك شيء آخر معاً مع الحج. حقيقة البعض مثل شنو سمعت السيد؟ يعني على سبيل المثال حينما يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام يجعل هنالك مجموعة من النيات، بعضهم يذهب إلى الله، بعضهم يذهب لأجل التجارة، بعضهم يذهب لأجل راحة النفس وتغيير الجو، بعضهم يذهب حتى يطلع على المعالم وينظر ويصور، بعضهم يذهب لأجل السمعة حتى يقال أنه حجي مثلا، موجود هذا الصنف، بعضهم يذهب حتى يغير جو حتى يخرج من الروتين اليومي، وهكذا تتنوع النيات بأصناف وأنواع كثيرة. لذلك الحاج من الآن لابد أن يحدد ويركز على نية القربة والإخلاص إليه سبحانه وتعالى حتى يكون عمله يدور في هذه الدائرة ولا يخرج من هنا ومن هنا. تمام. أخذتني إلى مداخلة سمعت السيد فيما يتعلق في مسألة النية. نعم. هل يشترط فيها لفظ معين أم يكفي أنني قصدت ذلك في قلبي؟ النية كما يعبر العلماء هي إخطار في القلب لا تلفظ في اللسان، بمعنى أنه هذا بالقطع سمعت سيد؟ يعني هو تعريف النية هذه مطلقا بكل أنحاء العبادة ليس فقط الحج، فهي عبارة عن إخطار في القلب لا تلفظ في اللسان. يعني لا يشترط حينما أصلي أن أقول نويت أن أصلي صلاة الصبح الله أكبر مثلا، ما يشترط النية، النية لا تشترط، يكفي الإخطار في القلب. نعم ورد عندنا بعض الروايات بأنه يستحب إظهار وإبراز النية بالنسبة إلى الحاج حصرا دون باقي العبادات الأخرى التي لا يشترط فيها إبراز وإظهار النية. يعني مثلا حينما تدخل إلى المسجد اللي هو مسجد الشجرة وتريد أن تنوي الإحرام تقول نويت أن أحرم، كذلك حينما تطوف حول البيت تقول نويت أن أطوف حول البيت، جاي أبرز اللفظ. هذا يستحب لا يجب، يستحب إبراز وإظهار اللفظ فقط في مراسم الحج دون باقي العبادات الأخرى. بلي، فإذا كان الأمر هكذا هذا أدنى ما يمكن أن يخطره أحدنا في العبادة. فالعبادة هي إخطار، ولا بد أن تبقى هذه النية الإخطارية مرتكزة في داخل النفس إلى نهاية العبادة بحيث لا تأتي نية أخرى تصرفها عن النية الأولى. يعني أريد أقول خل تستمر نية القربة والإخلاص التي هي حصلت في أول العبادة وتدوم وتستمر إلى نهاية العبادة بحيث لا يأتي هنالك نية أخرى تصرفها. بالتعبير الفقهي يقولون لابد من النية ابتداء واستمرارا، عظيم. تستمر هذه النية إلى نهاية العمل العبادي. والأفضل من هذا اللي هو الأفضل من النية الإخطارية أن تكون لنا في الحاج نية حقيقية أو نية دعوية. هاي التعبيرات صعبة على لعله على المتلقي، ولكن نريد أكثر من حضور في فقط وقت النية. نريد أن يحضر الحاج العبادة حتى وهو يمارس العبادة، شلون كأنما من يصلي البعض يقول أنا نيتي أحضرها وقت تكبيرة الإحرام وأصلي، أثناء الصلاة قد يذهب ذهني إلى أمور الدنيا، هو ما يأثر على الصلاة بس يقلل من الثواب. كذلك حينما يحج لابد أن ينوي هكذا إخطارا بإخلاص. بإخلاص، ثم بعد ذلك تستمر هاي النية حضورا ارتكازا في القلب يبقى محافظ إلى أحسنتم إلى نهاية العبادة، وهكذا يستشعر أنه في ضيافة الله، وهو فعلا هكذا يستشعر أنه في ضيافة الله من أول الفعل إلى آخره في محضر الله سبحانه وتعالى. لذلك يتصور أنه ضيف ولا يأتي بما يغضب وبما يخرجه عن آداب الضيافة الإلهية، خصوصا ضيف الرحمن يعتبر لذلك. اي قد يعني قد هنالك افعال كثير لعلنا ناتي اليها إن شاء الله قد تخرجه عن عنوان الضيف للاسف الشديد، فلا بد ان يحافظ على هذا العنوان وهو اهل لذلك ان شاء الله. تمام. سمحت سيد، هناك في مناسك الحج احكام شرعيه كثيره، انا اليوم لما اريد ان اذهب الى بيت الله سبحانه وتعالى هل
يجب يشترط علي في الشريعة الإسلامية أن أتقن جميع تلك المسائل حتى أذهب إلى الحج؟ ما يتمكن الحاج بهذا الوقت البسيط اللي يطغيه يستعد وكذا، ما يتمكن أن يتقن. هو لا يجب عليه العلم التفصيلي بكل ما ينبغي أن يفعله وبكل ما يجب أن يفعله هنالك، بل يكفي العلم الإجمالي. يكفي العلم الإجمالي، شنو يعني يكفي العلم الإجمالي؟ يعني لا يجب عليه أن يعلم تفصيلا بكل مراسيم ما يأتي به. تعرفون حضراتكم على سبيل المثال الحج فيه أركان وفيه شروط وفيه أجزاء وفيه محرمات وفيه أفعال تبطل الحج، ناهيك عما يستحدث في المسائل الآنية تكون. أحسنتم. فلذلك حقيقة لا يجب على الحاج أن يعلم تفصيلا نعم يستحب له ذلك ولا بأس له بذلك، ولكن أن يعلم بكل تلك التفاصيل لا يجب. ولكن رغم ذلك نحن ندعوه وبشدة أن يثقف ويعلم نفسه كما يقول أبينا إبراهيم: ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا. إبراهيم يدعو ذلك. كذلك ورد في الروايات الكثيرة الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا يدعون أصحابهم وشيعتهم إلى التعلم مناسك الحج قبل أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام يتعلموا تلك المناسك. هذا الأمر في غاية الأهمية، خصوصا الحاج حينما يذهب لأول مرة ولا يعرف شيئا، وخصوصا فيما لو لم تكن لهذه الحملة مرشدا يرشدهم ويعلمهم مناسك الحج، فيجد نفسه في تيه لا يعلم ماذا يفعل. الوقت طويل والوقت كثير، وهنالك لا يعرف أيهما ينتقل العمل العبادي الذي هو حقيقة عظيم مما هو أعظم، وكذلك لا بد أن يبتغي من العبادة اللي هي أكثر مقربية إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعرف ذلك. تعالي سماحة سيدكم، كثير من الناس يعني لا يستطيع الذهاب بسبب هذه المخاوف. لا توجد مخاوف فعلا، لا توجد مخاوف. لا، نحن في رحلة إلهية وضيافة ربانية لا يوجد فيها مخاوف، ولكن أريد أن أقول حتى يتنور قلب الحاج أكثر ويكون على شوق ومحبة ومعرفة. شلون نقول بالتعبير الدارج؟ جاهل الشيء لا يحبه أو لا يحسنه. فإذا كان الإنسان يجهل ذلك الشيء ما يحبه، ولكن إذا كان يعلم ويعرف تفاصيل ويعرف هذه، تكون له محبة وتعلق واستزادة، يكون له قرب لله سبحانه وتعالى. هذا مين يجي؟ هذا مين يجي اعتباطه؟ بعضهم ما يتهيأ للأسف الشديد إلى الحج إلا قبل يوم أو يومين يشتري الإحرام وكذا. هذا مو صحيح طبعا. حتى يهيئ نفسه إلى الحج من الآن، نحن في أي شهر؟ الآن عنده تكاليف شرعية في بعض الأعمال المستحبة اللي أرجو من الحجاج الكرام أن يطلعوا عليها. من الآن يستحب له مثلا توفير الشعر، راح نمر بها إن شاء الله كلها إن شاء الله مثلا. وما لحق إحنا لو نتكلم، ما لحق هذا الكلام. إحنا سماحة سيد اليوم راح نبدأ نقطة الصفر. اتفضل إن شاء الله مع المشاهدين إن شاء الله. طيب سيد، أنه حتى يكون أكثر يعني وضوح للمشاهد الكريم وخصوصا القاصد إلى بيت الله فيما يتعلق، هل أن هناك أركان في الحج كما هي في الصلاة؟ نعم. هذا سؤال استعلام يكون أكثر استفهاميا للسيد المشاهد الذي يتعلق أمره بمسألة الحج. تفضل سيد. هل توجد أركان؟ نعم. للحج؟ في الحج طبعا تعلمون أن لكل عبادة شرائط وهي خارجة وأجزاء وهي داخلة. جيد. الشرائط خارجة عن أصل العبادة والأجزاء داخلة، والأجزاء تارة تكون أجزاء واجبة ركنية وأجزاء واجبة غير ركنية كما هو الحال بالصلاة. نعم. فالإحرام، فتكبيرة الإحرام والنية والقيام والركوع والسجود كل ذلك واجب أثناء الصلاة. أما بالنسبة إلى الحج، نعم هنالك واجبات يذكرها علماؤنا، أولاها على سبيل المثال الإحرام، ثم بعد ذلك الطواف، ثم السعي، ثم الصلاة، ثم الموقفين في عرفات والمزدلفة. هذه كلها تعتبر واجبات، فلو أخل بها يعني نقصها عامدا بطل حجه. قيدتها بعامدا طبعا، لأنك بعض إذا كان غير متعمد، بل لأن بعض الأمور لها علاج طالما لم يخلص لم ينتهي موسم الحج، لأن الموسم ينتهي بانتهاء شهر يعني شهر الحج. أشهر المعلومات. نعم، بعد ينتهي الموسم إذا كان عنده خلل يكون حجه باطل.
بل خلاف العمرة، طبعا العمرة أحكامها أصعب من الحج، يعني حبذا لو المتابع الكريم يلتفت على كلامي ويشوف هذا الكلام ويخليه بباله، لأن أحكام العمرة المفردة وإن كانت مستحبة ولكن لو لباه فإنها ستتحول إلى واجبة. أعمال العمرة أحبتي فيها أحكام شرعية حقيقة أهم وأصعب من الحج. لماذا؟ لأنه أي خلل في العمرة سوف يبقى متلبسا بالإحرام ما لم يصحح عمله حتى وإن خرج عليه الشهر، بل حتى وإن تمادت فيه السنين يبقى متلبسا بهذا اللي هو الإحرام، ولا يخرجه إلا بأن يأتي به بنفسه إن كان موجودا أو بنائبه. أما الحج لا، يقولوا له باطل حجك إذا خلص شهر ذي الحجة، يقول حجتك باطلة روح الله وياك. زين، ما يبقى بذمة الإحرام، يعني ما يبقى محرم. ما يبقى محرم، شوف الفرق إيش قد مهم. بالتالي نحن نوجه إلى يعني قراءة هذه الأمور ودراستها من قبل المرشد أو الحاج والمرشد، وتتابع هذه الأمور، يعني لا يتسارع الإنسان. خلي يكون الحاج والمرشد، خلي يصير، خلي صادق من الآن. بالتالي بالأول والأخير هو راح يعني يكون عمله إن شاء الله مقبول. سماحة السيد، هناك فاصل، نأخذ الفاصل وبعدها إن شاء الله نواصل تتمة الحديث معكم إن شاء الله. سادتي الكرام، قوموا معنا ولكن بعد فاصل قصير ولنا تتمة معكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحايا سادتي الكرام، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد فيما نقدمه لكم ضمن برنامج مناسك الحج. أرحب بكم مجددا وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحة السيد محمد الموسوي الأستاذ في الحوزة العلمية، لك التحية مجددا سماحة السيد. شكرا لكم وأهلا بك. أذكر السادة الكرام بأن الأرقام التي تكون ظاهرة إن شاء الله الآن في أسفل الشاشة هي الأرقام التي يمكنكم أن تتواصلون من خلالها معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. سماحة السيد، هناك مسألة مهمة جدا وهي تتعلق بالخمس والحج، هذه القرينة مرتبطة. فنجد كثير من الأخوة الذين يريدون الذهاب إلى الحج يركز تركيزا شديدا قبل الذهاب إلى الحج إلى مسألة الخمس. سماحة السيد، فماذا نوجه لهم؟ وهل يشترط الخمس قبل الذهاب إلى الحج أم لا؟ أحسنتم، أشكركم. طبعا هذا السؤال جدا مهم حقيقة. موضوع الحج والخمس يعني لابد أن يكون هنالك اهتمام بالنسبة للأحبة الأعزاء الأخوة الحجاج ضيوف الرحمن. لماذا؟ لأن هنالك أحكام شرعية تقول وتنص على أن الحاج إذا ذهب بمال قد تعلق به الخمس فحتما حجه في بعض الأحيان باطل كما سأبين إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يكون ثوب إحرامه طاهرا، كذلك لا بد أن يكون هديه من مال طاهر، وهذه النقطة في غاية الأهمية والحساسية. فإذا تعلق الخمس بمال لا بد أن يخرج هذا الخمس ثم بعد ذلك يذهب إلى بيت الله الحرم. بل إذا لم يكن الحاج يمتلك إلا مبلغ من المال وإذا أخرج منه الخمس لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، يقدم الخمس على الذهاب إلى بيت الله الحرم. يعني يقول أنا إذا خمست ما أقدر أروح البيت الله، نقول له نعم خمس أقعد ببيتك. يقدم الخمس على من؟ يقدم الخمس على الحج. إلى هذه المسألة سمعت سيد؟ نعم، ولكن أنا أستغرب حقيقة من الحجاج الكرام، لماذا حينما يحل موسم الحج يعني يصير فد كلام حول الخمس؟ يعني هو الخمس حاله حال الصلاة، حينما يكلف أحدنا وكان عمره مثلا 15 سنة مو هيك، حينما يكلف تجب عليه جميع العبادات من صلاة وصوم وحج وخمس، مو هيك؟ لا لا تمام. ليش يعني من يصير عمره 60 سنة ويصير عمره كذا يقول والله أنا أدى خمس يلا أروح البيت الله؟ مو هذا ارتكب حراما هاي الفترة كليتها، هذا كأنما غاصب لحق الفقراء.
وهذه أساسيات، وهذا أساس من أساسيات ما الإسلام. أعرف يعني هاي فد شبهة عند الناس أنه الخمس من أرمن يصير حج، يا الله أخمس، ما العلاقة عزيزي المؤمن. أنت لا تأكل من طعام الفقير إذا لم تخرج الخمس كأنما أكلت من مال الفقير. أتكم سؤال جزاك الله خير. سمع سيد أخذ اتصال، تفضل خدمتكم ونكمل إن شاء الله معكم. معي اتصال أم محمد من كربلاء المقدسة. أم محمد محمد اسماعيل السلام عليكم التليفون مباشرة. جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم. وعليك السلام والإكرام. أهلا أم محمد، يا مرحبا، تفضلي. ماما بلا زحمة تسألي سي السؤال، يعني اللي هو يجوز نفس السؤال. نعم. أنا عندي مشتري إحرام من العام بس ما رحت، نروح وما رحنا، $5 وعندي فلوس ضامتها للحج، يعني أهم اشتريتي العام؟ لو شنو؟ الإحرام اشتريتي العام؟ الله يعطيك العافية. إي ماما العام؟ نعم، يعني صار سنة عندي؟ إيه من العام إحرام ما أخذته على سنة قطع الحج بس ما صارت وظل. نعم، السؤال الثاني؟ والسؤال الثاني أنا عندي المبلغ مات الحج، يعني تقريبا كامل مكامل وهم ضمته هو للحج، هل أخمسه لو لا؟ تسلم، الله يعطيكم العافية جازكم غير الجزاء. طيب أنت مخمسة لو ما مخمسة أم محمد بشكل عام؟ نعم لا 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 ما مخمسة؟ لا يوم لا. تمام، شكرا يا أم محمد. يا ماما يحفظكم الله في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا يوم، شكرا جزيلا. نعم نكمل السيد المخرج. طيب سمحت السيد مدام، السؤال الذي طرحناه بعد خدمتك. الفاصل متعلق بهذا السؤال. خدمتكم. الأخت أم محمد لديها إحرام اشترته من السنة التي مضت، تقول هل أخمسه أم لا؟ طبعا يجب أن تقيمه وتخرج خمسه قبل أن تذهب إلى بيت الله الحرام. نقطة مهمة، طالما قد مضت عليه السنة وهي تقول أنا ما مخمسة، فلازم تقيم إيش قد قيمته. مثلا 50 شيل 10 تدفعها إلى الفقراء، هذا الخمس مال الإحرام مالتها. ثم أن إحرام المرأة لا يجب كما تعلمون، لا يجب عليها أن تلبس، ويستحب لها أن تلبس هاي الملابس البيضاء. البيضاء. ولكنه لا يجب عليها، يعني يجوز لها أن تحرم بملابسها العادية. حتى لو كانت ألوان مختلفة، حتى نوضح للأستاذ الكرام. تلبس عبايتها وتحرم. ما واجب تلبس الأبيض. وقد فد مشكلة كل سنة نعاني من عندها، أنه من تلبس الإحرام يكون خفيف، أرجو من الأخوات يسمعن كلامي. يكون خفيف الإحرام، بالتالي يكون شفاف قد يبرز ما يكون حاكيا خلفه، بالتالي يقع في إشكال شرعي من هاي الناحية. فإذا تريد تتخذ إحرام خلي أشوف من حيث السمك مال الملابس، أن يصدق عليه مصداق الستر، أبالي يكون السمك الملابس، أو تلبس ربطة وتلبس فوقها الإحرام حتى لا يكون حاكيا لما خلفه. ممتاز. طيب سمحت السيد، فيما يتعلق هذا السؤال بمداخلة، نعم، ما الذي يشترط على المرأة كشفه في هذا المورد؟ قصدك أثناء الإحرام يعني؟ نعم. يعني جزء تتبوش؟ لا طبعا، خرح نذكرها إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن محرمات الإحرام. هنالك أمور خاصة بالمرأة، واحدة منها أنه لا يجوز لها غطاء الوجه، بل عليه كفارة كما سنبين إن شاء الله تعالى. وبعد غير الوجه؟ يعني تقريبا سترها هو هذا طبيعي، كفين؟ سترها طبيعي، بين ماكو مشكلة بالنسبة إلى المرأة. ممتاز. طيب أخذ اتصال محمد من بغداد. تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضل يا محمد. السيد تفضل أشار أثناء الحديث على موضوع العمرة، إذا ارتكب بالمعتمر بعض الأخطاء كأدي عدم نزع للإحرام إلا بترسيخ الخطأ. إذا أمكن يعني إشارة من جناب السيد المحترم أن يشير لنا الأخطاء اللي تسبب هالحالة مع التقدير والشكر. الأخطاء اللي في العمرة؟ أحسنت. اللي هو قال إنه تسبب عدم نزع الإحرام إلا بترسيخ الخطأ. فرد شنو النماذج من هاي الأخطاء؟ الآن تسمع الإجابة من سماحة السيد. شكرا يا محمد. الله يبارك بك. سمحت سيد، فيما يخص مسألة الأخطاء ضرورية جدا. نعم يعني أذكر له يعني فد مصادق كثيرة هي، جزاء الله خير، أشكره طبعا على هالمداخلة. نذكر بعض الأمثلة، مثلا
على سبيل المثال أنه أحرم للعمرة ولم يقصر، أو كان تقصيره تقصيرا بالنحو الخطأ مثلا، أو قصر له شخص غير مقصر لنفسه، زين، أو كان تقصيره في غيرها فقط بالتقصير. سأذكر الطواف أيضا مثلا والسعي أيضا لعله يكون عنده خلل بالسعي، أو قصر له من هو غير مقصر أصلا، أو قصر له فيما هو لا يمكن الخروج من الإحرام بسببه، لأن هنالك مواطن عند سماحة السيد حتى يخرج من إحرام العمرة لابد أن يكون التقصير منها حصرا دون غيرها من المواطن حصرا. كذلك فيما لو كان عنده خلل في الطواف، أو كان وضوءه باطل فصلى صلاة الإحرام اللي هي خلف المقام وبشكل غير صحيح مثلا، أو كان هنالك في سعيه شك لا يعرف كم وبنى على أحد الاحتمالات وأكمل صلاته وأكمل عفوا سعيه، علما أن أي شك في السعي يؤدي إلى بطلان السعي. فواحد من ذن نعبر عنه الأخطاء، فإذا استمر به من دون أن يسأل فهو إلى الآن متلبس بإحرامه ولا يخرج عن إحرامه إلا أن يأتي بالعمل بنفسه إن كان هناك أو بنائبه إن لم يذهب. بل جزاك الله خير سيدنا على هذا التوضيح وهذه المسألة. سؤال آخر للأخت أم محمد، تسأل فيما يخص المبلغ اللي هو من العام الماضي، كان في نواها أن تذهب إلى الحج لكن لم يعني توفق، المبلغ هو موجود لديها الآن، تقول هل أخمسه أم لا؟ علما سمعت سيدي ذكرت أنه لم تخمس مطلقا بشكل. نعم هي لم تخمس مطلقا، نعم. يعني هذا المال إذا مضت عليه سنة بلي حتما قد تعلق فيه الخمس بلي، فيجب عليها أن تخمس هذا المبلغ بغض النظر عن ذهابها إلى الحج أو بعدم ذهابها إلى الحج. نعم إذا كان المبلغ أصلا غير متعلق به الخمس أصلا، يعني هو المبلغ اللي عندها كان مثلا عندها ذهب مثلا مهرها مثلا، نعم، وباعته واشترت هذا عفوا وصار عندها نقد، فهذا النقد أريد أقول لم يتعلق به الخمس. في بعض الأحيان المال الذي تذهب به إلى الحج لم يتعلق به الخمس أصلا، فإذا هي فلوس مجمعات وصار لها أكثر من سنة ذنّي حتما عليها الخمس ذنّي، فيجب عليها تخمس المبلغ. أحسنتم. أم علي من واسط، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا أم علي، تفضلي. جميل، عندي سؤال. والدتي حتروح للحج وهي يعني ما في دار، يعني الصراحة ما في دار في شيء، ففي حكم العقبة يعني في هالحالة. هي شنو عندها مرض مزمن؟ أو شنو؟ هي شوي يعني هي عندها مرض يعني في القلب. بس وزنها يعني بالنسبة لهذه ما تقدر تمشي. بلي. تمام. يعني إن شاء الله تسمعون الإجابة من سماحة السيد إن شاء الله. شكرا يا أم علي. الله يبارك بكم. نعم. هناك اتصال سيد المخرج. طيب شكرا جزيلا لك. أم علي من واسط سماحة السيد تسأل فيما يخص والدتها. تريد الذهاب إلى الحج وذكرت أنه لديها مشاكل صحية، ربما تكون مزمنة، تكون مقعدة، أو في مشكلة في مفاصل سمعة السيد، أو وجع في القلب. هذا تعرف يحتاج الحاج إلى قوة حتى يكمل مناسك الحج، ما الحكم في ذلك سمعة السيد؟ طبعا هاي المشكلة يعني عبارة عن مشكلة كبيرة، وتقع المسؤولية الكبرى على المرشد الديني، ولكن أنا أوجه فت كلمة قبل لا أجيب الأخذ. طيب. أوجه فت كلمة، إذا كان الإنسان يجد من نفسه عدم القدرة البدنية مثل ما تفضلت، عدم القدرة البدنية على إكمال مناسك الحج ويحتاج إلى مرافق ويحتاج إلى واحد يدفع ويحتاج إلى كذا، أقول بإمكانه أن يدفع نيابة، ليش يأذي الناس هناك؟ مثل ما أشوف أنا كثير من الحجاج يأذون الناس هناك خطية، فيظل يدفع به ويظل كذا وعنده مشاكل، وبعضهم مريض مثلا أمراض كذائية، فغيب بإمكانه أن يدفع يا أخي نيابة، يعني ما واجب عليه أن يذهب بنفسه، يجب أن يذهب بنفسه، بل هنا يمكن له أن يرسل نائبا ينوب عنه في أداء مناسك الحج. ولكن رغم ذلك إذا ذهب لا إشكال، يمكن أنه شخص وياه يساعده يأتي بتمام الأعمال معه، بتمام الأعمال في الطواف في الكذا في كل الأمور، وهاي العربة إلى أحكامها الخاصة قد تصح في بعض المواطن وقد لا تصح في بعض المواطن، يعني إن شاء الله نتكلم عليها.
سماحة السيد فيما يخص قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، البعض يتبادر إلى ذهن الاستطاعة المادية، تشمل الاستطاعة البدنية؟ الاستطاعة في هذا المورد لها عدة معاني. واحدة من معانيها الاستطاعة المالية، واحدة من عدها اللي هي تخلية السرب على سبيل المثال الطريق مفتوح، واحدة من عدها الزاد والراحلة، واحدة من عدها الرجوع إلى الكفاية، واحدة من عدها الاستطاعة البدنية. الاستطاعة البدنية يعني أن يكون متمكنا من أداء مراسيم الحج بشكل اعتيادي زين، فلو كان عاجزا عن ذلك يا أخي دز نائب يدز، ليش يأذن الناس هناك يا أخي دز نائب بعدين هناك يروح يشوف الوضعية وكذا. على أي حال فبإمكانه أن يبعث نائبا وينحل الموضوع. طيب سيدي المخرج هناك اتصال، أم علي أم محمد من كربلاء عودة الاتصال معنا على ما أعتقد، لديها مداخلة. السيد المخرج أم محمد تسمعينا؟ تفضلي تفضلي أم محمد، لديكم متعلق بسؤالكم وتفضلي. قبل شوي سألت السيد على راسي على راسي تفضلي. بس أبين لك شيء، المال الموجود عندي قسم من عنده أكو يعني ورث إجا، بس هالحالة الورث هذا يتخمس. بس كرري السؤال كرري السؤال. والاخ مثلا اذا عندك ام محمد اسمحي لي اسمحي لي، ورث دخل عندك على المال القديم اللي باقي سنه؟ هو عندي قديم اصلا، هو قد قديم وخليت عليه. خليت عليه اللي خليتين اموال عليه هنا ورث؟ علي لا خليت عليه، لا مو ورث، خليت يعني تكمله حتى كمل المبلغ. اي ماما أورس أسأل إذا نحط كمامة بهالحالة، الكمامة الوجه لازم يطلع، الكمامة تحجب عن لا أسمع السؤال بروح سيد مهر لو تسمح لي. عفوا عفوا أم محمد، لبس الكمامة مثل الكمامة، بس إذا حطينا كمامة هذا الشرعي لازم نوخرها، وجزاكم الله خير الجزاء، رحمة الله على والديكم. طيب صادق من كربلاء تفضل يا صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام، أهلا يا صديق تفضل. شخص قدم يوم العيد اضطرارا. نعم شخص قدم يوم العيد اضطرارا، هل حج صحيح لو لا؟ قدم يوم العيد شنو؟ اضطرارا يعني مضطر يتكلم يتكلم عن الموقفين عرفات والموم. نعم عندك سؤال آخر أخ صادق؟ لا لا شكرا جزيلا عزيزي، شكرا جزيلا لك. نعم هناك اتصال السيد المخرج. طيب سماحة السيد تكمل لسؤال الأخت أم محمد من كربلاء فيما يخص الورث ولبس الكمامة. نعم بالنسبة للميراث طبعا كما تعلمون إذا كان محتسب هذا ما عليه خمس، فالمبلغ اللي عنده تقول جزء من عنده ميراث وجزء من عنده أنا لميته، فأما الجزء اللي هو ميراث خذ ما عليه خمس حتى لو بقي سنين، ولكن الجزء اللي هي تفضلت هي قالت أنا لميت جزء آخر هذا المبلغ إذا مضت عليه سنة يجب فيه الخمس. أحسنتم. موضوع لبس الكمامة بالنسبة إلى المرأة لا يجوز باعتبار يعتبر ستر إلى أغلب الوجه بلي، بالنسبة إلى المرأة لا يجوز. الأخ صادق من كربلاء يقول شخص قدم يوم العيد اضطرارا، يعني عندنا احنا اعمال مكه يعبرون عنها اعمال مكه الخمسه اللي هي الطواف والسعي ثم طواف النساء ثم الصلاه ركعتي طواف النساء، هاي اعمال مكه يمكن في بعض الاحيان ان يقدمها الحاج على من يقدمها على يوم العيد اللي هو يعبرون عن التقديم الاضطراري بلي، ولكن له بعض الحالات اللي هي ممكن تكون جائزة، بعض الحالات لا والله ما يجوز، فمو مطلقا يجوز التقديم، هو قال اضطرارا. نعم. فلا إشكال في ذلك إذا كان مضطر للتقديم للأعمال، لا إشكال في ذلك. جزاك الله خير. طيب هناك نقطة مهمة سماحة السيد فيما يخص متعلقات المحتاج وغير المحتاج، شخص أخذ مستدام دين وذهب بهذا الدين إلى الحج. نعم. هذه الأموال شنو حكمه؟ يعني استدان أموال وراح البيت الله. يعني هذا الدين لعله هل يملك ما يقابله؟ هذه مسائل قبل الحج. قبل الحج هل يملك ما يقابله أو لا؟
مثل شو يعني مثلا يقول أنا صحيح استدانيت ولكن أنا عندي أموال أخرى موجودة، عندي أملاك أخرى موجودة، وتارة لا يملك ما يقابلهم. فإذا كان يملك أملاك أخرى تقابل هذا الدين أو أملاك ليست للمؤونة، يعني مثلك عنده أرض مثلا عنده فد شيء آخر يعني يقدر يسد به الدين، يقدر يبيع أو يسدد الدين، فهذا كأنه ما يعتبر دين. أما إذا كان لا والله فعلا هو مديون وما عنده يعني يسدد، هذا مشكل، يكون الحج مالته ما يكون حج واجب، يتحول إلى حج مستحب. أي خلينا نفترض الداين فلوس وراح البيت الله وما عنده، بس إنه ذن الفلوس متداين ما عنده شو، أغلب الناس مثلا ما عنده، يقول لك أنا متداين ودي أروح البيت الله. هنا أنا للأسف بعض ما عنده علم بالحكم الشرعي، الحجة مالته ما راح تكون واجبة، تكون مستحبة. فأقعدنا في الطريقة شرعية يمكن تحويل هذا الحج المستحب إلى واجب بطريقة شرعية، يعني ممكن يراجع المرشد الديني اللي هو يروح وياه وراح يبين له الحكم الشرعي ويحول الحج من مستحب إلى واجب. جزاك الله خير. فيما يتعلق بعض الذين يحزمون الذهاب إلى الحج وعليهم ديون ورد مظالم وأمور متعلقات بينهم وبين الناس سماحة السيد، فتارة يذهب الشخص بدون أن يرجع على هذه الأمور ويبرئ ذمته منها بداعي أنه يذهب إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم أرجع وأدي هذه الأمور، مثل ما يقولون الدنيا ما مقطوعة بعثي. وتارة لا، يصف الأمور بين الآخرين، فأيهما أكثر لزاما في هذا المسمى السيد؟ طبعا تعرفون حضراتكم هناك ديون عرفية وديون يعني ديون إلهية، يعني أكو ديون خالقية وأكو ديون مخلوق للمخلوقين. يعني ما يجوز أن يذهب إلى بيت الله الحرام إذا كان عليه تلك الديون موجودة، يعني مشكلة. يعني إذا كان ديون يعني مثلا هو مطلوب خمس، مطلوب زكاة، هذا بينه وبين الله، نعم، ويروح البيت الله، لا مشكلة، لابد يتقدم الخمس ويتقدم الزكاة على ذلك. بل حتى بالنسبة إلى ديون الناس، ديون الناس إذا حل أجلها، يعني صاحب الدين يقول لك اعطيني حلالي، عندك موجود بطنك حلال اعطيني إياه، تقول لا أنا لا راح البيت الله أروح أحج من أرجع، هنا سفره يكون فيه إشكال أصلا. لماذا؟ لأنه إذا حل الدين يجب السداد، إن كان طبعا متمكنا، هو كان متمكن وعنده فلوس يروح البيت الله، فتقدم الديون هنا في هذه الحالة، وذهابه لعله يكون فيه إشكال إذا راح، يعني حقيقة بلي ما لم يكن هنالك يعني يستبرئ الذمة، يقول إبريل الذمة كذا من القبيل، يعني يكون تراضي بينه وبين الشخص من القبيل فيحول للذمة أو ما شاكل ذلك. فحقيقة موضوع الخمس، موضوع الزكاة، موضوع ردود المظالم، ردود المظالم المشكلة، البعض عنده كثير من الحقوق للناس في ذمته، هو يروح البيت الله، هنا لابد أن يرتب كل هاي الأمور قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام، يرتب الخمس، يرتب الزكاة، يرتب ردود المظالم إذا الناس طلبة مثلا على سبيل، كل هاي الأمور يكون يرتبها. مداخلة سمع سيد يعني جدا مهمة في هذا المورد. أحيانا أنا أذهب إلى الشخص وأريد أن يعطيني مثلا مدة، أنا أتي بعد الحج وأسدده وأقول له هذه الأموال، أموال الحج، أنا إذا أعطيتك من عدها وسددت ديون راح يصير عندي مشكلة في أموال الحج، فأنا لمست من كلامه أنه رضي بذلك ولا أشكال في ذلك، قال توكل على الله سددني فيما بعد، لكن أنا أعلم يقينا أن في قلبه غير راضي ولكن لسانه قبل بذلك. احنا ما نعرف، احنا العبره بالظاهر. العبره بالظاهر، اذا برا لك الذمه وقال لك امري الذمه، طبعا العبره بالظاهر، ما ادري بقلبه شنو ما شنو. فاذا كان برا لك الذمه ظاهرا قال لك ماكو مشكله، يعني اجل لك الدين الحال، اجله لك، فماكو مشكله من هاي الناحيه، بروح بعد ماكو مشكله. تمام. هناك اتصال سيد المخرج. ام مصطفى من بغداد. ام مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل يا مصطفى. ما يسلمك يا قلبي. أنا عندي تقاعد وأريد أروح البيت الله، يعني يصير رافدين. نعم. يعني حكومي. أم مصطفى فقط اسمعيني من صوت التليفون، نصي لصوت التلفزيون، أكون ممنون من عندك حتى ما نفقد الاتصال وياك وحتى نسمع الاتصال بشكل واضح إن شاء الله. الله يخليك. يلا تفضلي، عندك تقاعد قلتي؟
اي عندي تقاعد. بل كملي. المصرف الرافدين واروح بيها عن هاي الوسيله العدة انا اللي ازور بيها، ما انا رايح معمره 4 مرات الحمد لله والشكر. بس كرري السؤال، كرري السؤال لو سمحتي. اريد اروح اسحب تقاعد، يعني عندي تقاعد، يصير اسحب سلفه من المصرف الرافدين؟ سلفه تمام. اشكرك ام مصطفى، الله يبارك فيك ان شاء الله. سمحت السيد ام مصطفى تقول عندي تقاعد، بامكان انه تسحب سلفه من مصرف الرافدين او احد المصارف او بشكل عام هذا السؤال، ويذهب بها الحاج الى بيت الله الحرام، لو في هذه الاموال راح تكون شروط؟ طبعا يجوز سحب سلفه بشكل عام، هسه خلينا نتكلم بشكل عام بعدين اجي للحاج. بدقيقتين سمحت السيد. نعم يجوز سحب سلفة بنية مجهول المالك، سمحت السيد أجازة ذلك بلي، وهاي الأرباح اللي تدفعها همتين لا يضر. بس تبقى نقطة واحدة، أنه هذا يبقى دين بالنسبة إليها، فمشكلة في حجها، هي راح تروح تحج، قال تنوي، لا تنوي أنه حجا واجبا، تنوي بنية الأعم من ذلك، خلي يصير بنية الأمر الواقعي، خلينا نقول المتوجه إليها، باعتبار أنه مأخوذ من دين، مأخوذ من دين بني. احنا يشترط في مال الحج ان لا يكون دينا، وهاي كلها تجي تاخذها، انا تقول اخذها من دين مثلا سلفه بلي، مثلا سلفه على سبيل المثال، فحقيقه خل تنوي بنيه الاعم من الواجب. كيف تكون نيته سماحه السيد؟ حتى بنيه الامر الواقعي مثلا المتوجه اليه. نعم بنيه الامر الواقعي متوجه اليه، حتى يكون ان شاء الله ما هو اعم من ذلك. تمام الله يبارك فيك، تتوكل على الله ان شاء الله. سمح السيد أنا ممنون من عندك، وأشكرك بكل ما تفضلت به إن شاء الله. الحديث نتتم إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله لك التوفيق والسداد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، حياكم الله. سادتي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا لكم ما هو نافع وفيه بركة وخير وأكثر صلاح. أستودعكم الله، والسلام ورحمة الله عليكم وبركاته، إلى اللقاء.